يعني طب ما هو انا بس مستغرب من حاجه، يعني انت طفل وبتشتغل وبتساعد وعنصر فعال في الاسره المكافحه دي، مين اللي زرع فيك القيم دي؟ ما انا حضرتك تربيه صعيديه، انا راجل صعيدي، دي يعتبر زي ما بيقول كده ايه، ده جينات موجوده فينا، ده احنا متربيين على كده، احنا متربيين الواحد من هو صغره وهو راجل. انت من الصوامع غرب، من الصوامع غرب، من محافظه سوهاج. محافظه سوهاج احسن ناس والله. الله يخليك. مركز طهطا صح؟ مركز طهطا، بلد رفاعة الطهطاوي. ده انتوا ناس اصلة يا عم ابراهيم. الله يخليك، الله يخليك. فانتوا سلو بلدكم ان انتم تطلعوا من وانتوا اطفال جدعان ناشفين. ناشفين يعني ناشفين يعني 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 قوي وصلب حتى من وانت طفل. الحمد لله مفيش دلع. لا مفيش الدلع ده، يعني في فترة دلع، الواحد اتدلع اكيد، الواحد اتدلع وهو صغير. حتى هو في شغله كان بيتدلع برضه، بس ايه، على المره مع التانيه الواحد بيتعود. هيوصل بعد كده الواحد هيتعود على الشغل. يعني مثلا خدت في رابعه كنت ببوظ حاجات ياما وشغلي ياما كنت ببوظه مثلا وانا عيل صغير. بس فيما بعد الواحد ايه خلاص اتودك.